انا مش عشان انا في قناه الزمالك، لا انا اتفق تماما مع كل القرارات اللي خدتها مجلس اداره الزمالك في انه مجموعه، بالذات المجموعه اللي هي هتجدد عقودها. انا في رايي الزمالك محتاج للعيبه تحب الزمالك اكتر ما تحب نفسها. بمعنى احنا في زمن احتراف ماشي، وكل لعيب بيحاول يدور على مصلحته ويشوف العروض اللي تجيله ايه ويقرر، ماشي، لكن لازم يبقى حاطط في ذهنه انه حب الجماهير ده بفلوس، استقرار الفني بفلوس، ان انت لو ما وقفتش مع النادي اللي صنع جزء كبير من شهرتك واداك الملايين دي، ده ايضا بفلوس. ولنا في برشلونه عبره ودرس، برشلونه السنه دي عشان يقيد اغلب اللعيبه اللي كان جايبها لانه عنده ازمه ماليه، ولازم تبقى في ذهنك جدا جدا وانت في النادي، بالذات لما تكون قعدت فيه مجموعه من السنين. صح احنا في زمن احتراف، لكن لما تكون لعيبه النادي زي الزمالك سنين لازم تبقى عارف ده كويس قوي، انه النادي زيه اي حاجه بيمر، وبالذات الفتره الاخيره بعد فيروس كورونا كنا شايفين انه الايرادات قلت وكل الانديه تقريبا بتعاني من بتمر بازمات ماليه، فطبيعي انه ده. برشلونه عمل ايه؟ لو تلاحظ السنه دي هتلاقي بيكيه قلل عقده، جوردي ألبا قلل عقده، اكتر من لعيب قالوا له عقده، وكانوا بالعكس كانوا بيقللوا له عقده مره ثانيه، يعني بيكيه جدد عقده بنص الثمن، مش احنا عندنا اللعيب اللي عايز ياخد ضعف قيمه عقده في هذا التوقيت. يعني انا برضك تاني بحب اقول احنا في زمن احتراف ومن حق اللاعب انه يدرس العروض اللي تجيله ويروح للمكان اللي يعمله، لكن لازم هو بيساوي بيبص للصوره كويس، لازم يبص للصوره كامله بالنسبه له. انت بس بتتكلم منطق اللعيبه اللي عندها رؤيه، في لعيبه بس تحت رجليها بس. ما هو في الاخر اللي انت لازم كلاعب كوره تبص، ما هو ده اللعيب اللي بيوصل، ده اللي بيوصل ده محمد صلاح اللي بص دايما للصوره قدام، وده اللعيب اللي هو بيبص تحت رجليه، ومجرد ان هو جاي له عرض من نادي اكبر فبيعمل ده وبيضيع ده. زي ما اقول لك تاني، لا وممكن يوقع وياخد فلوس كمان مع ناس مع النادي الجديد. طبعا طبعا هو بيخش مفاوضات وبيحط صور ليه عشان يظهر على النادي، مع انه مفترض ان انت ايه يعني ليه كمل ودي لحد الاخر. فالزمالك محتاج تاني، محتاج لعيبه تبقى عارفه تاريخه جماهيريته وبطولاته فتحبه اكتر ما تحب نفسها. ممكن تاخد، ممكن يبقى في نادي سين عرض عليك ضعف اللي انت هتاخده من نادي الزمالك، صحيح، لكن في الاخر في حاجات تانية بتاخدها في الزمالك بتساوي ارقام، دي لما تحطها مع جنب بعضها وتحطها ارقام هتلاقي نفسك اعلى من ده. زي ما قلت لك تاني، الجماهير، حب الجماهير، استقرار الفني اللي انت بتعيش فيه، فضل النادي عليك، انت الحاجات دي كلها لما بتحطها في كفه مع، وخاصه انه كمان اللي انت بتاخده مش شيء صغير، مش شيء بسيط. يعني لما بنعرف انه اللعيبه، ان عقود اللعيبه دلوقتي، واحنا مش بنتكلم في سر انه في لعيب بياخد 15 وفي لعيب بياخد 18 وفي لعيب قاعد يوصل 20 مليون، فدي ارقام كبيره جدا. فلما لو خدتها كمان يعني في التوقيت ده يبقى شيء رائع جدا، لكن انك تطالب ماشي في حدود المعقول. يعني لما حتى تطالب انك تزيد، تطالب انك تزيد، فلازم الرساله دي توصل للعيبه اللي بيحب الزمالك واللي عايز الزمالك واللي عارف قيمه وتاريخ وبطولات الزمالك، ده اللي يكمل فيه، وده اللي ممكن الزمالك يديله اقصى ما يمكن، اقصى ما يمكن. ليفربول لحد النهارده مش قادر يكسر قيمه العقود اللي عنده عشان يجدد محمد صلاح، ورغم ان محمد صلاح هو عمل كل حاجه، كل حاجه، هو اللعيب الافضل في الدوري الانجليزي، الهداف، اهدافه فارقه جدا مع ليفربول في الدوري، فارقه معاه في دوري ابطال اوروبا، ورغم ذلك النادي، لانه في الاخر انا بتكلم فيه فلوس، فلو النهارده زودت لعيب فانا واثق تماما انه عندي ممكن يكسر ده، بل بالعكس انا بشير للاداره، يعني ممكن لعيبه من دول يراجعوا نفسهم، وممكن بعضهم يشوف الصوره كويسه ممكن يجدد. بس انا بقول له تاني كمان، لا انت محتاج كمان، الزمالك محتاج كمان من جوه الفرقه دي لعيبه كمان تمشي مع دول طبعا، لان احنا بنتكلم في موسم، الموسم لسه ما انتهاش، يعني ممكن تلاقيهم يتحسنوا، محدش عارف. انا لا بتكلم، لا انت محتاج عشان تبني فرقه لازم تبقى الصوره دايما ايه قدامك.